لطلابنا وإخواننا. طالب يقول يا شيخ مش عارف أحفظ القرآن، والآخر يقول يا شيخ مش عارف أحفظ 1000 حديث ولا حتى 100، والثالث يقول يا شيخ بحضر خطبة الجمعة بقى مجهز 30 حديث و30 أثر، أطلع على المنبر ألاقيهم 3 أحاديث و3 أثر كله تبخر. وآخر يقول يا شيخ أجلس المحاضرة ومش عاوز أقول من ورق ولا عاوز أقول من كتب، ومع ذلك أبقى حافظ ومجهز وأول مجلس كله يضيع. وآخر يقول أنا مش عارف أحفظ، نفسي أحفظ قصيدة شعرية مثلا مرققة القلوب، مش عارف إلى آخره. الجواب يا أخوانا التقوى. التقوى إيه عم الشيخ؟ علاقة التقوى واتقوا الله ويعلمكم الله. هيعلمني ازاي؟ ما هو انت فاكر المسائل مين اللي بيعلم ومين اللي بيفهم؟ الله. كان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يضرع الى الله بهاتين الدعوتين الجليلتين ويقول يا مفهم يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. اللي هيعلمك ويفهمك الله. هيعلمك ويفهمك بدون تقوى؟ لا. حقق التقوى ليعلمك الله سبحانه. واتقوا الله ويعلمكم الله. مين فيكم يا اخواننا اللي عمل عمره والعمره كامله كامله النيه من اول ما خرج الى ان عاد كانت النيه كامله ان يرزقه الله العلم وان يفهمه العلم؟ بس قليل قليل جدا. فتحقق التقوى تعلم. هتقرأ المسألة خلاص فضل الله خلاص. كان الشافعي رحمه الله يحط ايده على الصفحة الثانية المقابلة كده عشان عينه ما تجريش. اتصور الكلام ده، انا كنا بنستكتره قوي. ازاي بس؟ زي واحد كده يفتح الكتاب الشافعي يا اخوانا حفظ الموطأ، موطأ الإمام مالك حفظه في 9 ليالي من الجلدة للجلدة زي ما بيقولوا، 9 ليالي وهو سنه كم سنة؟ أقل من 9 سنين. واحد سمعه والأه يعني البلاغة واللباقة في اللغة والشعر والعرب، قال له لا 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 السنة بقى أبدأ بيه، قال له كتاب مالك، فجاب له الموطأ، استعار الموطأ كده مش بتاعه، قعد 9 ليالي حفظ الموطأ عن ظهر قلب، وطلع من مكة، كان في مكة على المدينة، جلس بين يدي الإمام مالك، وكان الشافعي يهاب مالكا جدا، يهاب مالكا هيبة شديدة، حتى يقول كنت أخاف أقلب الورقة بصوت مسموع بين يديه من الأدب والإجلال. فأول ما جلس بين يديه وقرأ عليه الموطأ من حفظه، أعجب الإمام مالك بذاكرته الحادة وبذكائه الشديد، وقال له كلاما نفيسا. قال له مالك يا شافعي إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول رضوان الله عليه والله إني لأحسب أني أنسى العلم أعلمه بالذنب أعمله. خلي بالكم يا شباب من الكلام ده. والله إني لأحسب أني أنسى العلم أعلمه بالذنب أعمله. ليه؟ هنا القضية بقى. القلب، القلب ده هو الوعاء. الوعاء ده لو نجس لا يستوعب الطهر أبدا. العلم النور ده لا يستقر في إناء النجس، لازم تطهر الإناء ده. تطهره بإيه؟ بالتقوى، بفعل الطاعات، باجتناب المعاصي. فعل الطاعات بقى بأشكالها وألوانها، واجتناب المعاصي أيا كانت سواء كانت صغيرة أم كبيرة هي دي التقوى. تحقق التقوى تقرب من الله، تدوق حلاوة الإيمان، تتذوق حلاوة طعم الإيمان، حلاوة الإيمان يملأ قلبك بنور الإيمان،
تكون أهلا للمعية، أهلا لأن يحبك رب البرية، تكون أهلا لأن ييسر الله لك أمرك. سترى التيسير في كل شيء، هتفتح الكتاب بفضل الله وبإذنه تقرأ، أو تجلس بين يدي عالم من العلماء أو شيخ من الشيوخ لتسمع، تخرج بفضل الله جل وعلا وقد حفظت بل وأدركت وفهمت كل كلمة من أول المحاضرة إلى آخرها. واحد تاني يخرج ممكن بمجرد ما يطلع برا المسجد والشيخ يركب العربية، واحد تقوله الشيخ كان بيتكلم في ايه؟ كان بيقول ايه؟ مفيش، الوعاء ما استوعبش، مليان حاجات تانية. ربنا نجينا وياكم، مليان شبهات وشهوات، وده مجلس علم، والعلم ده عشان تستوعب القلب طافح طافح شهوات وشبهات، كل ما تيجي تحشر معلومة تقع، كل ما تيجي تحشر الخشوع والشيخ بيصلي يقع، عاوز تخشع مفيش فايدة، عاوز تبكي بخشوع وأدب ما انتش قادر، عاوز تعيش مع القرآن، كل ده أعمال قلوب ما انتش قادر. ليه؟ لأن القلب طافح، كل ما تيجي تحشر الخشوع يقع برا القلب، برا الإناء ده، تحشر التدبر يقع برا القلب، لا انت عارف تتدبر ولا انت قادر تخشع. ليه؟ لأنه لابد من التخلية قبل التحلية، لابد من التخلية قبل التحلية، لازم تخلي القلب، خلي فيه مكان للخشوع، مكان للتدبر، مكان للقرآن، مكان للإيمان، مكان للخشية، مكان للخوف، مكان للرجاء، مكان لكل عمل من أعمال القلب. تنظف أول بأول بإيه؟ بالتقوى، بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. هذه بعض ثمرات التقوى في الدنيا بإيجاز.